اسمي لينا عمارة، سيدة أعمال والمدير العام لمجموعة أستر الدولية لتدريب وتكوين. في الحقيقة واجهت عدة تحديات، يعني أكبر تحدي كان الوصول للفئة اللي حابين نوصلوا لها ونتعاملوا معها بشكل مباشر. قدرنا من خلال دورة مهارات من جوجل ننمو بمؤسسة بقدر تساعد الكثير من الناس باش ينجحوا في حياتهم وينجحوا ويحققوا مشاريعهم من خلال التكوينات والخدمات اللي نقدموها، بما أنه الملايين من البشر عبر العالم أصبحوا يستخدموا تكنولوجيا وأصبح الوصول إليهم عن طريق تكنولوجيا أسهل بكثير. فنصح الجميع خاصة الناس اللي عندها مؤسسات أو مشاريع أنهم يستخدموا تكنولوجيا وأنهم يحضروا بالذات برنامج مهارات من جوجل. مشاريع المستقبلية اللي نطمح لها واللي تشجعت أني نحققها لما حضرت دورة مهارات من جوجل هو إطلاق منصة تدريبية إلكترونية نوفر من خلالها مجموعة من الدورات والخدمات التدريبية والتكوينية حتى نوصل لأكبر عدد ممكن من الفئات اللي حابة نتعامل معها.